أهلا بكم إلى الأسبوع السوري. في حلقة اليوم نسلط الضوء على انتشار البطالة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة ومعاناة الشباب في تأمين قوت يومهم، وكذلك نستعرض توقف العمل الصناعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق وارتفاع أسعار الخضروات والمواد الغذائية في مدينة القامشلي. بسبب الكهرباء ما تم لا ورشات إحدادة ولا مخارج ولا معامل ولا ما تم كل وقت. في لنا نسبة شباب تقريبا فوق 85% عاطلة عن العمل بسبب دقر المصالح، بسبب الشغل الواقف. قدرة على الشراء ما في، لأنه المردود اللي عم يجي مقارنة مع الشيء اللي عم ينصرف يعني ما في مقارنة، يعني عم نصرف 10 أضعاف ما عم يجينا مردود. في الغوطة الشرقية بريف دمشق توقفت الكثير من المصانع عن العمل، ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب، وزاد في معاناة الأهالي ارتفاع الأسعار بفارق كبير عن الأجور التي يتقاضاها العمال هناك. مصلحتي الشخصية أنا بشتغل حداد باطون وعندي 30 عامة، ومن وقت الحصار لا تم شغل ونحن والشغل العمال شاتنا قاعدين لا شغلة ولا عملة، كله قاعد. وهلأ شوفت عينك شو بصح لنا شغل نشتغل، واحد بيرقع سقف، واحد يحط قاعدة بلاطة، واحد يسلمك دكان، كله عشو ما صح لنا عم نشتغل بالزراعة عم نشتغل. وكل شوف في عمال بالبلد بالغوطة الشرقية مصلحتهم بالفلاحة وبالعمار بالبناء تقريبا، وكلهم قاعدين ما يقارب عن 30,000 عامل بالباطون بنجارة الباطون والحدادة كلهم قاعدين حاليا ما في شغل. الكهرباء وقت انقطعت الكهرباء من حوالي 5 سنين لهلا المنطقة الصناعية والمعامل ولادة كله وقف بسبب الكهرباء. ما تم لا ورشات إحدادة ولا مخارج ولا معامل ولا ما تم كل وقت بسبب الكهرباء، إنه ما في كهرباء. والزراعة شبه يعني رح تنعدم بالغوطة الشرقية كمان، إنه ما تم أراضي كمان، وهالشباب البلد كلها قاعدة ما حدا عم يشتغل شيء. وإذا صح له شغل بالنهار ب500 ليرة ب1000 ليرة بيقدر يجيب فيها ربطين خبز بالنهار، هي إذا صح له شغلها. أكثر من ربطين خبز ما بيقدر يجيب بالنهار حاليا هلأ بعد الحصار. قبل الحصار كنا نشتغلنا بالنهار ب2000 1500 ب2000 ورقة بالنهار، نعبي السيارة فيهم ونجي على البيت يكفونا كل الأسبوع. هلأ نشتغلنا ب1000 ب2000 ليرة بالنهار ب500، هي يوم اللي بصح لنا شغل. بنروح نجيب ربطين خبز فيه ربطة خبز أو ربطين خبز، أكثر من هيك ما في. هاي مصالحنا كلها هيك صبتت اليوم بالغوطة الشرقية. والله الحمد لله عز وجل، يعني الأمور اللي موجودة اللي احنا فيها اليوم يعني كارثة إنسانية لكل البشر الموجودة بالغوطة الشرقية. جميع أصحاب المحلات التجارية ولا الصناعية فقدت كلياتها مصالحها الموجودة عنا بالغوطة الشرقية. فبالغوطة الشرقية اليوم لا يوجد أي شيء يدخل الغوطة الشرقية مواد زراعية أو صناعية، يعني نحن كنا من أصحاب المواد اللي نستورد البضاعة للأمور الصناعية والزراعية لهالبلد هاي، ولكن ما في استيراد لأي شيء نهائيا. حتى الكهرباء هي عامة الكهرباء الموجودة هنا صار لها منقطعة لمدة يعني سنتين ولا يوجد كهرباء لهذا الموضوع. فهالمصالح هاي كلياتها يعني صار في عند منك إلى انقطاع تام
لعدم انه وجود اي شيء شاغل لها، يعني مثلا مثل المعامل اللي موجوده هون عند منا والصناعيه ولا الامور الزراعيه ولا الصناعيه، ما عاد انه بالنسبه لها صارت انه شيء انه صعب انه تقول انه هذا اللي اشتغل فيه نهائيا. يعني نحن كمواد زراعيه وصناعيه مثلا مثل الغطاسات والمضخات المائي والامور المولدات هي الصغيره ما في، لحتى النفط والمحروقات غير متوفره بشكل جيد. يعني اليوم الشعب بالنسبه له يعني صار وضعه يرسى له يعني بشتى الوسائل. اليوم انقطعت عنا جميع السبل، اليوم مصلحه او تنتين او ثلاثه مثلا شغالين افران الخبز شلون كالسلع اللي احنا بالنسبه لها اللي عم نستعملها يوميا، وباقي المصالح كعمال باطون ولا نجارين باطون ولا بلاطين ولا طيانين ولا هالامور هاي كله هدول بالنسبه لهم يعني مصالحهم عطلت ولا الحداد ولا اي شيء نهائيا. ما في شيء انه والله مثلا انه والله نقول والله نقدر انه نشتغل عليه ولا انه نقدر نساوي شيء نهائيا. فالشعب بالنسبه له اليوم عاطل عن عمل، يعني تقريبا ما يقارب 97%، يعني 6-7 مصالح. يعني يعني اليوم الشعب بالنسبة لأنه يعني يتمنى أنه يطالع ربطة الخبز، يعني اللي ثمنها اليوم ما يقارب 400 ليرة ربطة الخبز بالغوطة الشرقية، فمن الصعب أنه اليوم الواحد أنه يقدر يطالع ربطة الخبز. ربطة الخبز يعني اليوم يعني من يعني صارت نادرة أنه الرجل يعني أنه يقارب أنه بالنسبة لدخل الفرد عنا يعني سيء جدا. يعني اليوم اي بيت او اي منزل بالغوطه الشرقيه يحتاج الى 3 ربطات خبز يعني يوميا، ثلاث ربطات خبز حقهم من 1100 ل 1200 ليره حسب الوزن تبعه. يعني معروف اللي عندنا ربطه الخبز بالغوطه الشرقيه تتراوح ما بين 900 غرام ل 1100 غرام، فبيختلف سعرها. فاليوم المعاناه حقيقيه للشعب، حتى يعني اليوم الشعب كيلو الحطب اليوم كمان يعني يوصل للكيلو حقه 125 ليره. صعب انه اليوم الواحد يعني انه يقدر ياخذ انه مثلا الكيلو الحطب انه يجيبه على بيته، بده 10 كيلو حطب باليوم تقريبا حقهم 1150 ورا، ما عم يشتغل ب 500 ليره، فما قادر انه يجيب ربطه الخبز حتى يجيب الحطبات تبعته. فالوضع يعني البطاله بشكل لا توصف، يعني وصلنا لمرحله بالنسبه لها سيء. يعني اليوم المباني عم تتهدم، يعني والبنيه التحتيه اليوم اذا البيت انقصف تبعه، اذا جلاتين للبيت تبعه ما قادر واحد يحط له جلاتين انه يقدر يحط انه مثلا بس ده الشبابيك، لا قادر يحط له بلوك ولا شمنتو، حتى شمنتو مفقود، الرمل مفقود، لا يوجد عندنا اي شيء احنا بالنسبه لبس قرار الحياه. يعني كنا نقول انه سوريا على زمان قبل الثوره ما نقول انه كنا من العالم الثالث، اليوم نحن من العالم العاشر اصبحنا، عرفت شلون؟ عائر القصف والشيء اللي صار بنا وهذه الافه اللي اجت على الغوطه الشرقيه كامله. والله لا نوصل البطاله، البطاله ما قبل الثوره غير، وهلا يعني وضع قبل الثوره كان في شغل كثير، يعني كل شيء كان الحمد لله موجود بالنسبه اللي كان المصالح الشمنتو والبلوك ولا شغلات كلها مصالح معبايه، كل شيء كل شيء شغل كل شيء. يعني اما هالوقت هذا ما في شغل منوم، يعني ما في غير اليوم احد عم يدبر حاله بشيء، انه يشتغل بخضره، شيء عم يشتغل بقدونس، شيء عم يشتغل مشي اموره بس. اما تروح كنت بزمانك على المنطقه الصناعيه تلاقي ورشات حداده، تلاقي ورشات اي شغله، يعني ما في شغل، ما في صناعه ما صناعه، كل شيء تلاقي بالشغل بالنسبه للمنطقه الصناعيه. اما هالوقت هذا ما في شيء منهم، كنا بزماننا نحن على مصالحنا، نروح يا اخي نشتغل بالتعهدات، نشتغل بالطينه، نشتغل اي شغله ناخذها، وبنروح على السوق نشتري. قديش اجتنا كانت؟ اجتنا يعني ناخذ 1000 ورقه، بس 1000 ورقه قديش؟ تشتغل خير الله. هلا قديش كيلو سكر اليوم؟ كيلو سكر اليوم هلا 500 ورقه، قديش كانوا كيلو سكر قبل؟ هلا الكيلو 500، هلا الكيلو قبل كان شو اسمه 25 ورقه كان. الشاي، الزيت، الشغلات، الاغلاط، يعني ربطة خبز اليوم 300 ورقة، 350 ورقة اليوم ربطة خبز. يعني وضع كثير غالي، كثير كثير مساوي، بالنسبة للطفران، بالنسبة اللي عم يدبر حاله على الله، يعني عم يبعت له، عم يبعثوا له أهله، عم يبعثوا له هذا ماشي أموره. أما في عالم ما ماشي أموره، عايشة على الخبز، عايشة على اليخنة، يعني شو عايشة على شو؟ هذا وضعه. أما بالنسبة للمصالح كانت قبل أحسن هلا بكثير.
هذا اللي عنده ورشة باطون، اللي عنده ورشة طينة، هذا اللي عنده ورشة عمار، هذا ماشي حاله الحمد لله. يروح على سوق الهول يا أخي ب 500 ورقة يجيب عبي شاحنة، أما هلا شو بيعبي؟ هلا بيجيب ب 500 ب 1000 ورقة ما بيجيب ولا راس 30 زهرة. يعني شو بدي أسوي أكثر من هيك؟ هذا الوضع. يعني العيشة قبل أحسن أكثر من هلا. وبالنسبة للخبز، بالنسبة للشيء، كل شيء، والتجار هون اليوم كمان عم تلعب بالأمور مع الطفران كمان. ما عم تيجي هيك ترحمه بنوب بنوب. لازم ترحمه، لازم تدير بال عليه. يعني الوضع والله صعب كثير. في ريف حمص يشتكي الكثير من الشباب من قلة فرص العمل والعيش بدون أمل، وهذا ما ينعكس سلبا على أحلامه في الزواج وتأسيس أسرة. ومع انخفاض درجات الحرارة تزداد معاناة الأهالي في تأمين مواد التدفئة في ظل الفقر المدقع والبطالة المنتشرة هناك. هلا نحن بنهاية السنة السادسة للثورة وفايتين بالسنة السابعة، وفي لنا نسبة شباب تقريبا فوق 85% عاطلة عن العمل بسبب دقر المصالح، بسبب الشغل الواقف. في كتير يعني شباب حاليا تطلع من الصبح للمغرب على شغل على يومية 500 ليرة ما بتكفيها، يعني مصروفة يومي، يعني ما بتكفيها باكيت دخان أو إذا بدي أجيب عشاء أو سندويشة أو إلى ذلك. المصالح أغلبها وقفت، يعني بتروح عند زي ما فاتح مصلحة بتروح لعنده بيشتغل. كان أول يفهم يستوعب 15 شاب 10 شباب يشغلون عنده، هلا حاليا ولا شاب بيشغل عنده، بيشغل أولاده ابنه مثلا أو إلى ذلك. بيقول لك الشغل واقف ما في عندي شغل. وهلا بالشتوية شغل خالص، يعني كان أول بالصيف كان يطلع الشاب الحصاد يشتغل بالحصاد يشتغل إلى ذلك، يطالع يوميته، يعني يشتغل بالأسبوع نهار واحد بيعطل أسبوع. يعني نسبة عندنا الشباب عاطلين عن العمل كتير، يعني أغلب الشباب هلا عم ترفض، عم تشيل فكرة الجازة من راسها، عم ترفض يعني عم تشيل على الأخير. بنحكي بنحكيهم بيقولولنا هلا عم ندبر حالنا من هون من هون، بس إذا تجوزت أنا وأسست عيلة شلون بدي أصرف عليها أصرف على أولادي؟ وبالشتوية يعني على قلة المواد الدفئة بيقول لك أنا شلون بدي دفي إذا أجاني ولد أو أجتني بنت شلون بدي دفيهم؟ يعني نسبة الشباب عندنا عاطلة عن العمل كتير. يعني أغلب الشباب تطلع مثلاً في شباب تطلع الشغل تطلع من الصبح للمغرب، أوقات بتعرض حياتها للخطر مشان إنه تطالع بس مصروفها اليومي. أخي مثل ما شايف هلا يعني انا لا قاعد لا شغل ولا عامله بسبب الاوضاع، قاعد مربي لي كمطير عم تجر ورا هون عم تسبب ورا هون. اول الروس الساعه 7 الصبح على الشغل، نرجع الساعه 8 نتعشى نحط راسنا ننام. هلا ما في شغل ولا في عامله، الشباب يعني كلها هلا عطاله، حتى اصحاب المحلات اصحاب المحلات كلها سكرت بسبب الاوضاع، قصف والدمار. باني وين نروح حالنا؟ بدنا نترزع من السباب. قررت اربي كان طير السبب مباراه وخلي فراغ من تحتهم نتجر. يعني انا ومعظم رفقاتي هيك، اما نقضي ايامنا على السطح نسكر فراغنا على السطح، اما صالات النت، يعني حتى صالات النت ما في مثل اول. يعني شب وندروا بحاله هالايام، وضع صعب كثير. كنا طلاب مدارس، كنا في مقاعد الدراسة، كنا عم نأسس يعني جيل ونتعلم، بدنا نأمن مستقبلنا. يعني صلى كنا أطفال، هلا صلى شغلة 7 سنين هس الأحداث هاي، لا عاد فينا لا نروح على مدرسة ولا شيء، لأن صارت توقفت المدارس عنا هون، وصار بدنا نطلع الواحد على حمص، وصرنا نخاف لا يعتقلونا لأن يعتقلوا كذا وشاب،
هالشغلة هاي. صار الواحد قعدنا لا في ايدنا مصلحة ولا يعني كنا مدى طلاب لسه ما بتعلمين شيء، وهاللي في ايده مصلحة نفس الشيء يعني كمان قاعد لا في لا شغل ولا في شيء. يعني وهلا اكثر شيء الواحد هلا الشاب مثل حكايتنا هلا لازم يتأهل ويكون أسرة، فما في عمل. كنا قبل عم نشتغل بحفر الملاجئ تحت البيوت، وكانت خطرة، كانت توقف كل يومية ألف 1500. كانت 1500 ورقة قبل كانت 15 دولار، هلا 1500 3 دولار. قبل كانت 1500 تعيش أكبر عائلة، هلا ما عم تكفي شخصين حق خبز. صرنا نشتغل فيها إنه ماشي الحال، صرنا نشتغل في حفرة الملاجئ وخطرة. يعني كانت أغلب الأحيان الملاجئ في ملاجئ طبط علينا وننزل تحت الدور بهالتراب، ما شغل الملاجئ ما دايم. حفرنا ضلينا مدة أبو شهر زمان حفر ملاجئ شهرين، وقف بحفر الملاجئ ما عاد فيه. طلعنا صرنا ندور على شغل، يعني ضلينا 5 سنين عم ندور وعم نفتل وعم نستنى. صار اجى حواج الزيتون، كمان حواج الزيتون ما دايم، يعني ابو 7-8 ايام 10 ايام يومي 1000 ورقة. صرنا يعني الشاب شو بده يسوي، صار نفتل ما في شغل ولا في وظائف. في مثل الهلال في الإغاثة، بس نحن هذا الجيل دفعة هائلة يعني ما بيتحمل كل هالدفعة. وهلأ مثل نحن قبل، هلأ لازم يكون الشاب لازم يكون أسرة، يعني لا في عمال لا في شيء. هلأ مثل أنا متجوز عم برقد لهون لهون مشان شغل مشان أعيش أنا وعائلتي. وفي شباب يعني لا في شغل ولا في شيء هالأيام، والشباب كذلك الأمر لازم تتأهل هلأ وتبني أسرة. بس هلأ عايشي هاد لا في عمل ولا في شيء، والواحد هلأ مثل أهالينا أبهاتنا صار كبرت في العمر، يعني بدها حدا يخرج عليها وهن ما قادرين على شيء. وهلأ واقف العمل لا في شغل ولا في شيء ولا خالص. كنا هلأ أغلب الأيام يعني الشاب شو بده يسوي، راي ضوج عندنا شيء من هالضغط عليه. هلا يعني هالنهار كله قاعدين عم نرقد لهون ولهون على شغل ما في. عم نجي عم نجتمع نحن والشباب رفقاتنا، يعني عم نسهر عند قرايبنا على شدة، بنروح على مقهى النت، بنضل مقهى النت طول الليل لان وبنجي بننام في النهار لاني ما في كهرب والواحد ما في شغل. يعني انه كان يجي هلا قبل كان يجي الواحد من شغله يخسل ياكل له لقمه يحط راسه وينام مشان يقعد الصبح يكفي على شغله. هلا لا في شغل ولا في شيء، عم نحيي الليل كله سهر شيء مقنت يا اما عند رفقاتنا، وبالنهار وقت اللي عم نقعد عم نروح على لعب هالطابه وعم ندور على هالشغل وما في. والواحد والشبره يضوج، يعني هذا الشيء ما له مفيد للصحة ولا خالص، ولا في وظائف ولا في شيء. كنا نحفر في الملاجئ في إيدينا لأني لا في كهرب ولا في أي شيء. هلأ خالص وقف العمل، ما عاد في عمل ولا عاد في وظائف ولا في شيء. في مدينة القامشلي شمال سوريا والواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، يشتكي الناس من ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب مع أجور الموظفين، ما يجعل من الصعوبة بمكان شراء الحاجيات الأساسية. وكذلك يضطر الكثير من الشباب إلى الهجرة خارج بلادهم بسبب البطالة والخدمة الإلزامية في
في صفوف الوحدات الكردية. نحن بمدينة القامشلي عم نعاني من مشكلة اقتصادية بسبب غلاء الأسعار. غلاء الأسعار يرجع بسبب طلعة الدولار، يعني طلع الدولار 5 أضعاف بالنسبة لأوضاعنا قبل 5 سنين. يعني قبل كنا نشتري البندورة مثلا ب 20-25 ليرة، هلا البندورة 250-300 ليرة. مقارنة مع راتب الموظف فهي أصبحت، يعني الإنسان سوف يأخذ لبيته. قبل كنا نأخذ البندورة سحارة، البطاطا كيس، هلا صرنا نأخذ نص كيلو بندورة وكيلو بطاطا في سبيل أنه يعني معيشتنا اليومية. فهالغلاء هذا يعني مؤثر على الوضع بالبلد، وهو سبب رئيسي لهجرة الشباب. يعني الشباب عم تهاجر لأنه ما عم تلاقي شغل، يعني وسبب هلا السوق معبي خضرة، معبي إيش بدك موجود بالسوق، بس بالمقابل يعني قدرة على الشراء ما في، لأنه المردود اللي عم يجي مقارنة مع الشيء اللي عم ينصرف يعني ما في مقارنة. يعني عم نصرف 10 أضعاف ما عم يجينا مردود. نطالب يعني إنه يكون في رقابة على السوق من ناحية الغلاء يعني، وتحسين الوضع المعيشي، توفير وظائف للشباب العاطلين عن العمل وخصوصا أصحاب الشهادات. تاجر غسان فرحان حاجر. بالأولي كان يجينا شحن من الشام ومن حلب ومن الساحل، ما كان يحطوا الحواجز. بالأولي على صاير يحطوا لنا حواجز. بالأولي الشغلات كلها كانت رخيصة، هلا بسبب الحواجز والوقود الغالي صار يعني صار مكلف على المواطن كمان. يعني بعرف يا ويلا عم نجيب الشام لهوني. بالأول الزبون كان يشتري أكثر، هلا بسبب غلاء الأسعار يعني بالزور يشتروا. بالنسبة للشحن والله بالزور يجي لهوني. يعني بالأول يعني بكل سهولة كان يجي، بس هلا بسبب الحواجز يعني صاروا يتوقفوا 2-3 أيام على الحواجز. بالزور والف يا ويلا اللي بدنا نجي لهون. من داخل الساحل اللي يجي من حلب من عتقي منيك في ضرائب كثيره. نظام ياخذ ضريبه، داعش ياخذ ضريبه، شباب ثاني كلهم ياخذ، كل واحد حسب الحواجز عم ياخذ ضرائب. في حواجز كثيره عن طريق سمالكا، في حاجز واحد ما ياخذ ضرائب ارخص، ويجينا قسم مثلا من الخضار من تركيا اي طريق يجي، من طريق راس العين، من طريق مين ما يجي كمان ياثر. يعني صار يجينا من كافه مناطق، من تركيا، من الساحل، من إقليم كردستان. مواد تجي من إقليم الكردستان، تجي خيار من إقليم الكردستان، تجي كوسا من إقليم الكردستان، تجي باذنجان، تجي خس أرخص مما تجينا من الساحل. كيلو خس تجي من إقليم الكردستان كيلو 200 ليرة، تجي من الساحل كيلو 350 ليرة. تجينا خس بلدي تجي ينباع بالحبات، مثلا حبة 200، حبة 150 حبات. لما كل شيء يجي من إقليم أرخص ما تجينا من الساحل. في مثلا يجينا من الساحل، هلا قليل يجي من الساحل، قسم الباذنجان عم يجي، يجينا باذنجان يجي، يعني يجي خيار، بطاطا تجي من الداخل، بصل يابس والحشائش بقدونس ونعناع وجرجير هذاك إنتاج محلي. أرخص مثلا يوم يكون مطر أو مثلا حواش قليل يكون غالي، يوم يكون جو صاحي يكون أسعار متدنية بشكل يعني تفرق بين 50 و100 بين الطقس الجوي. يعني يكون الجو صاحي ينزل كميات كثيرة على البلد، في الكداس بالسوق
يرخص. أما إذا يكون مطر اللي يحوش 100 باقة ما يقدر يحوش 50 باقة يكون أغلى من الأيام التانية. لاجئين من جزعة من السبيحة، لا بيوت ولا حلال ولا أراضي، وعندنا مرضانين وقاعدين بالإيجار وما نقدر نشتري ربة الخبز. الله وكيلك ربة الخبز حصر علينا، ربة الخبز ب 300، سلطة الخاتل ب 350، كيلو السكر من يوبا، كل شيء بالنار، ما نقدر نشتري شيء لأولادي، ما نقدر، كل شيء بالغلا، والله كل شيء بالغلا، والله العظيم. الدجاجة ما نقدر نشي، اللحم ما ناكله، الأكل الزين ما نقدر ناكله، ناكل خبز وشاي نعلت وعلت، مي ما في، كرهم ما في، عيشة ما في بالمرة، والله العظيم. ونشتغل ليل ونهار بالشهر في 8000 ليرة، والله بالمشفى الوطني هذاك هو المدير المشفى ذاته، والله العظيم. أجعل المي يمر علينا ما يمر عليكم، فاصلين من الجوع، ما نقدر نشتري الأولاد نشي وناكل، كل شيء بالنار، كل شيء بالنار، كيلو السكر لا يمسوا بألف ليرة وما بي، والله العظيم. كل شيء بالنار، الأكل بالنار، المي بالنار، الخبز بالنار، البيت ما نقدر نشتريه، الأكل ما نقدر نشتريه، الخبز ما نقدر نشتريه، كل شيء تجي على محل كل شيء غالي ما تقدر تشتري، يعني لا لباس لأولادنا، لا الخفافة، أريد أخذ البنتي صف ثالث خفافة حق 5000، البنطلون حقه 5000، الكنزة تعاشي وتشافيت 10000، ما نقدر نشتري يا أخويا، والله ما نقدر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الأسبوع السوري. ألتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.